عليكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم الاهتمام الشعبي والإعلامي الآني والمباشر يتركز على اللقمة والغذاء حتى الوصول إلى وضع صحي وغذائي يعيد الطمأنينة إلى الناس، ووزير الصحة وائل بوفعور ماض في هذا السياق. إنما في لبنان اليوم أسئلة وأسئلة عن انتظام الدولة من رأسها، أولها وفي مقدمتها: لماذا لبنان من دون رئيس جمهورية منذ 5 أشهر و3 أسابيع؟ هل الذين يتربعون على عروش الذين انتخبوهم هم مسلوبو الإرادة والضمير والحكمة، أم هم لديهم الدهاء السياسي عالي المستوى والأمة الصرفة والدعم من خارج الحدود كي يتماهوا رغما عنهم فيحجمون هنا ويقدمون هناك فيما الضمير على جنب؟ مجلس المطارنة والأساقفة الكاثوليك حضوا على انتخاب رئيس الجمهورية يعيد للبنان كرامته. البطريرك الراعي ندد بالإحجام عن واجب انتخاب رئيس الجمهورية فيما سارعوا للتمديد بحسب بيان مجلس البطاركة الكاثوليك. إذا كانت الصدمة الغذائية مرحب بها لا بل ضرورية لجميع المعنيين مسؤولين وتجارا وشعوبا، فأين الصدمة الوطنية الدولتية المحفزة على انتخاب رأس الدولة؟ وعندها يمكن أن نتحدث عن احتمال انتظام أمور عدة، خصوصا أن هناك عدم انتظام واهتراءات موجودة أصلا، فكيف إذا عدم وجود رئيس؟ سؤال أخير: من يفعل المجلس الاقتصادي الاجتماعي؟ معنا مباشرة الدكتور عماد شمعون المحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك. يعني قبل ما ندخل على مجلس المطارني وانتخاب الرئيس، شو رأيك بالموضوع الغذائي والصحي؟ الفكرة من حيث المبدأ مشكورين انه عم يفكروا بصحة المواطن. اثنين، انه الوزارة هيدا برهان على انه بس الوزير يقوم بوجباته، كيف تصطلح الامور؟ يعني هي خطوة ايجابية وبذات الوقت اداني لا وزارة الصحة على مدى سنوات يمكن 20 سنة، انه ليش اللي انعمل اليوم ما انعمل قبل؟ نعم. معناته في تقاعس، هيدا اقرار بالتقاعس، هاي من ناحية. هلأ كمان هالحملة الكبرى والفجائية، البعض بيقول انه شوي فيها لهوة لنسوا الناس قصة التمديد، كمان تخلق أزمة كبيرة بالبلد، تعمل تشتيت للأنظار عن المسألة الأساسية انتخاب رئيس جمهورية ولماذا تم التمديد. هلأ حتى ما نحكي بالتشكيك، منيح انه عم يتسلط الضوء على انه شو عم ناكل. هلأ طيب إذا تداعيات الإشي صارت قبل، ففي تداعيات أخرى كمان على وزارات صارت قبل وعلى فساد صاير قبل، بين كهرباء أو صندوق الصناديق، كل الصناديق اللي فرغت وفرغت بمطرح ولم تفرغ بمطرح آخر، كمان في فساد بعدة أمور، ولا شك بأنه الناس كلها بتشد عيده للوزير أبو فعور. ما هو سؤال كبير، كيف فجأة بيصير في قانون؟ كيف فجأة بيصير في سلطة؟ كيف فجأة بيصير في درك بيقوم بوجباته؟ كلها هي علامات استفهام، ما بنفهم كيف. بما انه قادرين معناته كل اللي مش عم يعمل يعني متواطئ وبيتحمل مسؤولية الفساد في هذا البلد. يعني كل الوزارات اللي عم تعمل بهالشكل معناته هني بيتحملوا مسؤولية الفساد. ولكن بنرجع للموضوع، المعالجة هيك منعالج بالاعلام شيء مستغرب جدا. اول شيء انت لما بيكون في مؤسسة اول شيء بتعمل انذار، بتنبهون، اذا ما صلحوا بتسكر له القسم اللي عمله، ما صلح في 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 طرق عديدة جدا مش بالإعلام بتتم، بلكي تخوفا من إنه يصير في تغطية عليه ولا شيء هيك تطرحها بالإعلام تصير أمر واقع إنك تروح تحاسب الفاسدين. لا هيدا قطع روس، صار هيدا مش معالجة صحية، لأنه في أذى، في ضرر، في حملة وطنية، بعدين ما وفروا مؤسسة، كل المؤسسات فاسدة. وين بتروح العالم يكون عندها ثقة إنه تتناول لقمة بمطعم أو إنها تشتري لحمة من سوبر ماركت؟ طريقة التعاطي مش طبيعية. بس هاي الصدمة ما بتعمل شيء إيجابي إنه صف الكل ينتبه إنه إذا عم بيعمل إشياء فاسدة أو عم بيجيب لحمات فاسدة أو عم تفسد الأمور وقت بينقلوها أو ما في نظافة، بتعطي ما بتعطي صدمة إنه بالإعلام يعني إذا هلا ما بدنا نعمل. لا عم نسأل نحن التحليل يعني بين هلا عم نحكي عم نطرح إيه؟ الموضوع ما عم نتهم حدا، لا بس إنه عم نسأل ليش مش يعني. مطلوب نعمل سوبرمان على التلفزيون،
مش هذا المطلوب. الصدمات، الصدمات هي الصدمة اللي أكلناها إنه هلأ فقتوا إنه أكلنا فاسد، هاي الصدمة الحقيقية. والصدمة الفعلية كمان كيف فجأة بيصير في دولة فجأة ينقطع الغطاء بالضبط، كيف فجأة ما هاد قلتوا ما فيكم تعملوا انتخابات على أساس الدولة عاجزة، هون صارت الدولة قادرة وفاعلة وقادرة تفوت على كل المناطق وفوت الدرك وما حدا يصدوا للدرك. كمان هي كلها بتطلع علامات استفهام. من هيك تبقى الخطوة جيدة وضرورية وبدنا إياها، ولكن بحيطة كتير من الشكوك، لأنه هيك فجأة بيصير في دولة فجأة ما بيصير، لا جزيرة بدولة، يعني في وزارة فجأة صارت دولة بقلب دولة منحلة وشبه مستقيلة. هل يمكن لهذه الخطوة أن تعيد كمان ملفات كانت مسكرة سابقا، مش بس بالصحة والغذاء وكذا، بملفات كتير سابقة يعني كانت فيها يعتريها الفساد؟ ما هذا اللي عم نطمح له، انه لو كل الدولة وكل اجهزتها كل الوزارات عم تقوم بعمل على اكمل وجه، لبنان بيصطلح والفساد بيوقف والمواطن بيرتاح. بقى من هيك ما بدنا مثل حالي شاذة، انه هالاصلاح صار حالي شاذة بالدولة اللبنانية، ووزير لحاله هيك عم بيعمل يعني هالاكسبسيون يتعمم على كل شيء، يتعمم لحتى يصير عنا ثقة ونحترم اللي عم بيصير. بالنسبة لموضوع رئيس الجمهورية، يعني من 25 أيار لليوم ما في عنا رئيس للجمهورية، بينما بعز الحرب والحروبات اللي صارت سابقا، حتى الحرب اللي كانت تسمى أهلية أو شو ما بدك تسميها، كان يصير في انتخاب، يعني حتى انتخب مرة سليمان الفرنجية قبل، انتخب الياس سركيس قبل 6 أشهر من انتهاء الولاية. نعم. اليوم المجلس البطاركي الكاثوليك، بطاركي والأساقفي، هل بيقدر يأثر معنويا على يعني المعنيين الأول بهالاستحقاق؟ هلا بيأثر أو ما بيأثر، ضروري يقوموا بواجباتهم، يعني لازم يكون عندهم رأي، يكون عندهم صوت، هذا شيء جيد. نعم. بغض النظر شو حجم التأثير للتحرك، ولكن كمان عندي إشارة إنه لما بيقولوا إنه بنحمل المسؤولية، ليش ما بيكون في دقة أكتر ونحمل المسؤولية للي عم بيعطل النصاب باتجاه انتخاب رئيس جمهورية؟ نعم. هيك نكون في صدق وشفافية أكتر، يعني كمجلس بطاركي وأساقفي نتمنى أنه يكون في وضوح أكتر، أنه في ناس عم تنزل وناس ما عم تنزل. هلأ اللي ما نزلوا صراحة هني معطلين عملية الانتخابية، فيكون يعني في تصوير تقنيا قانونيا مؤسساتيا، أم أنه بدنا نرجع للقصة التوافقية اليوم أكتر، بحيث نحن بحاجة أكتر لتوافق ما أو لحوار ما لنوصل لرئاسي، انتخاب رئاسي يكون مساره سليم بعدين. هلا يعني في عندك خيار، او بتروح مؤسساتيا بتكمل النصاب وكذا، او بتروح وفاقيا وحواريا. الازمه حقيقتها هي انه مثل ما بين لهلا، ممنوع يوصل عماد عون لرئاسة الجمهوريه، ممنوع دكتور سمير جعجع يوصل لرئاسة الجمهوريه. نعم. هذا صارت مساله واضحه، ومن هيك اخذت المساله وقت لنوصل لمطرح نقول انه هودي اثنين من زيحون ليجي الثالث، والأرجح لأسهمه هلأ أعلى وأقوى هو قائد الجيش. نعم. قائد الجيش أهوجي هو عنده الحظ الأوفر، والدور اللي عم يلعبه مؤخرا اجتماعاته بالإدارة الأمريكية. نعم. مع أكثر من 20 قائد جيش بالعالم، الدور اللي لعبه طرابلس الحسم اللي عم يعمله اليوم مطوق بريتال تنعمل توازن انه جيش لبناني جيش وطني مش طائفي بيستهدف منطقة دون اخرى، كل هيدي امور وانفتاحه على السعودية وزياراته المتكررة للسعودية. نعم. واصلا هو مش معادي حزب الله، معناته في جو اجماع، يعني عنده حظوظ، عنده حظوظ اليوم، يعني مع انه بيجي قائد جيش شامل روكوز. طيب دكتور، اذا هيك الامور، يعني طبعا انت عم تحكي بصراحة شوي متناهية، يعني انه برأيك يعني انه اذا هيك الامور، يعني ليش كل مرة بده يكون مثلا قائد جيش، او مرة بده يكون حاكم مصرف لبنان، او مرة طيب ما في كمان بالمجتمع المدني، طبعا مع احترامنا لهم ولنجاحاتهم، ولكن بالمجتمع المدني ما في ناس كمان انه ممكن تكون ممكن تندعم من حيث الملفات، من حيث المواصفات، انه وقت بيجي مجلس البطاركي بيحكي عن السيادة وبيحكي عن الغذاء للناس والوضع الاجتماعي، وكمان في افريقيا اخرين بيحكوا عن هالموضوع، ما في ناس يعني ما في خير وبركه عند بعض الاسماء اللي هي منا نافره ومنا ظاهره. هلا المستغرب، وهذا سؤال مطروح صراحه بالشارع اللبناني والشارع المسيحي. نعم. بشكل اخص، انه ليه بيجوا الصقور على رئاسه الحكومه
على رئيس مجلس النواب، وبدل ما يجي صقر برئيس الجمهورية بيجي دوري كمان. هذا سؤال أو يمامي، يمامي حتى نقول حمامي بقى، كمان مستغرب إنه يكون في رئيس قوي على على رأس رئاسة الجمهورية أضمن للبلد يعني. شو هي مواصفات الرئيس القوي؟ والشيء الثاني من السؤال، ما هي مواصفات الرئيس القوي؟ الرئيس القوي شو المواصف، شو المعايير يعني؟ نحن يعني إذا بده يكون قوي كيف يترجم قوته، وما هي مواصفات القوة؟ لما بنقول قوي وانا بقول دغري، قوي بالنسبة لمين؟ قوي عمين أو بالنسبة لمين؟ أول شيء قوي بالنسبة لمين؟ بيرجع بيصير قوي عمين. طيب يعني قوي عمين ما في، قوي مع مين؟ عمين. هاي كمان إشكالية، ولكن بتنحل، أنا ما عندي مشكلة. بعدين ليش نحن بدنا نعمل اصطفاف تنعمل قراءة بكتاب واحد؟ فإذا ما في ديمقراطية. طيب بس وقت تقول قوي يعني بده يكون قوي ضد حدا ومع حدا. خليني استكمل. أنا قبلين بهذا المنطق، يكون قوي مع وضد مش مشكلة. ليه؟ شو بيحسم هالمسألة هيدي؟ الآلية الديمقراطية. الآلية إسلام تمك، الآلية الديمقراطية والانتخابات. الانتخابات من الآلية. فإذا ما عندي مشكلة يقولوا فلان محسوب على فلان، وفلان قوي بالنسبة لفلان على قوي على غيره. كلها هي بتنحل، ننزل على المجلس النيابي وننتخب. واللي له حظ أوفر وبيأخذ أكترية الأصوات بيكون رئيس جمهورية. بس دكتور وقت بتقول إنه مرشح قوي، مرشح قوي، لنفترض بالمعنى اللبناني إنه هالناس اللي بتعتبر إنه مثلاً كمسيحيين وهذا رئيس قوي، يعني هذا بده يجيب له صلاحياته وحقوقه. أو مين مستعد من غير الطوائف إنه يخسر بعض الصلاحيات أو بعض الامتيازات؟ سيعطي مثلاً، لنحكي مثل ما هي، سيعطي المسيحية أو الموارنة. كيف بيكون رئيس قوي طالما الاصطفافات الإقليمية حتى ما عم تخليك في ستاتيكو معين، ما بيغلب حدا على غدا أحدا؟ أي رئيس قوي وأي رئيس أقل قوة بيقدر يكون يعني مثل ما عم بيفكروا فيه كرئيس قوي؟ سألت وجاوبت. حضرتك سألت وجاوبت إنه مزبوط إنه بيقولوا بدنا رئيس قوي وبذات الوقت ما بيخلوا يوصل. هلأ إذا وصل لما افترض وصل أصلا ما عن سيناريو إنه وصل رئيس أقل بين المزدوجين بيسموه قوي، شو بيقدر يعمل مع الطوائف الثانية إذا هو عم بيقول قوي بده يرجع الوهج للرئاسة المسيحية؟ كيف وكيف بيقدر يعمل قوة إذا بده قوي، إذا بده قوي الأسس الدولي طالما الوضع الإقليمي عم يضغط على الدولة؟ كمان بنرجع للآلية الدستورية. إذا بدك تعيد صلاحيات يعني عم تعدل الدستور، ولا تعديل الدستور في آلية كمان قانونية. في كم من الأصوات، في مين بيقدم الاقتراح، قد عدد النواب بيقدموا الاقتراح، قديش بده يكون عندك يمكن تلتين المجلس لحتى يصير في إمكانية لتعديل مادة ما أو. فإذا كله له آلية قانونية دستورية تحترم وتتبع كل بساطة. طب إذا كان في رئيس من مصنف قوي ما بيقدر يتبع هالآليات، أما أنه شخصية الرئيس يعني مثلا إذا كان مثل عماد عون أو الدكتور جعجع، حتى أنا برأيي حتى برأيي لو وصل الرئيس القوي عمليا رح يكون في عنده ممانعة من الفريق الثاني اللي ما رح يعطيه أكترية إذا ما قلت ممرات إجبارية. أنا عم بحكي بعدني هلأ بعملية ديمقراطية. ما بده كم من الأصوات، ما رح يقدر يجيب الكم الأوفر اللي بيخوله أنه يعدل دستور، إلا إذا بده يلعبها من الانتخابات النيابية، جيب أغلبية ساحقة ليرجع يترجمها بالمجلس النيابي باتجاه تعديل القوانين والدساتير. الغالبية الساحقة، هذه الغالبية الساحقة اللي حتى ممكن يقدر يحظى فيها. نحن شفنا يعني في خيمة الرئيس سليمان بن سليمان كيف حظى بالغالبية الساحقة، شفنا في إحاطة إقليمية ودولية وتوافقية إقليمية ودولية. هل اليوم في عنا نقدر نحقق هذه التوافقية لتتأمن الآلية الديمقراطية العددية المناسبة لتكون غالبية ساحقة في الانتخاب؟ هلأ بس يصير في إجماع على اتخاذ قرار باتجاه الحل، بيصير إجماع على تمرير هالملف هذا، مش إجماع على الشخص وتقويته واصطفوا معه أبدا. كل واحد بيرجع بيصطف موقعه السياسي وبيرجع بيصير رئيس الجمهورية، إذا مش عزوقه بيقوس عليه، وإذا عزوقه بيقوس الفريق الثاني عليه، مثل ما صار مع الرئيس سليمان بآخر عهده. بقى بأول عهده كان في آخر سنتين من عهده اللي كانوا عم بيزقفوا له بأول عهده، كانوا هن عم بيتناولوا بخطاباتهم بمواقفهم السياسية بالنتيجة. طيب معايير رئيس التوافق، هلا حكينا عن رئيس القوي بين المزدوجين دائما بنقولها، رئيس توافق شو المعايير اللي ممكن؟ رئيس التوافقي معناته هيدي كان بالسر بتجي من برا، معناته فلان
وتعوا كلكم اجمعوا عليه. هلا الفرقاء بتقبل فيه ليش؟ لانه كل فريق بيقول طالما انا اللي فيه النقيض تبعي ما اجى انا ماشي، والفريق الثاني بيقول النقيض تبعي ما اجى انا قبلين، والنقيضين هن العماد عون دكتور سمير جعجع. طالما شالوا هالشخصين هودي صار الفريق الثالث او الاسم الثالث هو بيكون اللي بيصير عليه الاجماع هو اللي رح تنزل العالم وتنتخبوا به. توقيتا ومضمونا كيف بتفسر انه العماد عون يعني عندما يعني سمى السيد حسن نصر الله ثاني يوم بيقول انا عندي تكامل وجودي نحو حزب الله وحواري مع مستقبل توقف، ما قال انه انتهى، قال توقف. ثاني يوم يمكن في رساله بتوصل يعني خطاب الرئيس العماد عون وصل لحزب الله، طلعوا لعنده على الرابية وقالوا له نحن بغض النظر عن الوفاء نحن معك كرئيس بيقود البلاد وانت مرشح توافقي. كيف بتفسر هالسيناريو اللي صار او هالمسار؟ لا بالعكس، لما حزب الله سمى العماد عون نعم شال عنه صفة المرشح الطوافقي. نعم بس رجعوا طلعوا لفوق من بعد كلامه للعماد عون يعني اكدوا يعني مش كانوا عم بيطمنوه. خلص نعم وقت سموه شو صار؟ مثل ما بيقولوا سبق السيف العذر. ابدا بقى هيك هني اثبتوا على العماد عون انه هو مرشحون يعني مرشح فريق 8 اذار وشالوا عنه الصبغه اللي راد العماد عون يسوقها عن حاله انه انا مرشح توافق. وهون كمان في اشاره مهمه كتير تتشوف انه لما انت بتجي بتقول انا الرئيس القوي، ما هذا الرئيس القوي حتى العماد عون قديش فتح جسور وزاروا للرئيس سعد الحريري بفرنسا كما انتو طيرتوه من البلد، ليش رجعتوا رحتوا لعنده؟ طيروه وان واي تيكت بس هذا برهان على شو؟ على انه وحده ما فيني اخذ بلد على مطرح. برجع بالاخر طالما في عمليه ديمقراطيه، هلا انقلاب وثوره بحث ثاني عم بحكي انا ضمن الاليات الديمقراطيه صحيح. فاذا بالعمليه الديمقراطيه اعترف العماد عون انه ما فيني بدون الصوت السني اعمل رئيس جمهوريه او من دون المكون السني يعني طبعا. ايه ما هو الصوت السني يعني عم بحكي انا الناخب السني بالبرلمان يعني من خلال نواب. فاذا هذا بياكد انه قد ما ترفع صوتك بالاخر لما توصل للاليه الديمقراطيه بدك ترجع تشوف تركيبه البلد كيفيه، وبتعرف تماما انه بدك اصوات من كل الفرقاء تجمع عليك لتصير رئيس جمهوريه. دكتور شمعون برايك هلا العماد عون يعني يشعر بنفسه انه ممكن يكون مقبول الى حد ما عند 14 اذار اكثر ما يكون الدكتور جعجع مقبول عند 8 اذار؟ هيدا شو صار شوية تبصير شو بتقدم وبتأخر. أنا بشوف إنه الاستفاف قوي وما فيني أقول إنه مين بينقبل أكتر من مين. نعم الاستفاف حد و خزل العماد عون، أنا برأيي خزل من حزب الله، إن كان بملف رئيسة الجمهورية، إن كان بملف قيادة الجيش، إن كان بملف الانتخابات النيابية. بس هو برجع بيقول حزب الله واحد. هلا هيدا مشان لحتى تضل الصورة اللي بتطلع على التلفزيون او حتى يقوي ورقه ملمعه بس عمليا انا عم بحكي عمليا نعم انه هو ماشي ضد التمديد. حركه امل حزب الله مشوا مع التمديد، معناته دائما عم بطلت الاسهم بالظهر، الاسهم صارت بالصدر. يعني انا عم شوف انه عم يخزل من حلفائه. بس اذا بتشوف على المستوى الشعبي بتلاقي لا فعلا ما في تمثيل، في هيك اريحيه بين جمهور عماد عون ويعني جمهور حزب الله واخواننا الشيعة، يعني بتلاقي انه في اريحيه بيناتهم انه منا تمثيليه. يعني بتشوف الناس يعني على مستوى الملأ بتلاقيهم مرتاحين. انا ما عم شكك بالعلاقه، العلاقه موجوده الارتياح النفسي موجود بس باوراق السياسيه. اي انا ما عم بحكي ابدا انه هي كلها تركيبات وتفنيس، لا بالعكس في علاقات وديه. خلينا ناخذ فاصل اعلاني نرجع نتحدث. يعني حضرتك بتعرف يعني فكر الرئيس كميل شمعون ودوري وغير ناس، إذا لو كانوا هون شو كان بصير بالنسبة لموضوع الرئاسي وقت كان تصير عز المعارك كيف كانوا يتعاطوا معه؟ مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. دكتور عماد شمعون راح فيك مرة ثانية. شكرا. بدأت فترة يعني بالمناطق اللي كانت تسمى مناطق شرقية وكذا، يصير انتفاضات ويصير مشاكل وتقتيل وكذا، وحتى بعز الحرب
كانوا يتوصلوا كان بجبهة لبنانية أو شيء إنه الموقف السياسي يطلع واحد، وحتى بأي انتخاب رئاسي لو كانوا يمكن يكون اثنين مرشحين من الجبهة أو شيء يطلع واحد ثالث يركنوا إلى دعم شخص ثالث أو رابع لانتخاب الرئاسي. اليوم هل نفتقد أو هل يفتقد هذا الجو إلى يعني رجالات مثل تلك من ذلك الحين، أم أنه حتى لو كانوا موجودين ما راح يقدروا يعملوا رئيس؟ لا ما في شك كان في مرجعية تتمثل في جبهة لبنانية، والقرار بتاخده جبهة لبنانية كان يمثل كل الشارع المسيحي. يعني هاي كان اصطفاق وقتها في منطقتين ومنطقة بقى لا كانت الأمور منظمة أكثر، كان في قرار بيتاخد وبينمشى فيه، بالعكس كان الوضع المسيحي أفضل. هلأ ما في قرار مسيحي ما في قرار يمثل المسيحيين، ما في جربت في كركي تلعب على الدور وكمان ما قدرت، والبرهان ما قدرت ولا ما يعني ما راحت للآخر بال لا راحت للآخر وجماعتهم عندها بكركي وقعدوا مش هيك القيادات الأربعة. طب ما بتنزل واحد للثاني أو الثاني للثالث؟ فإذا عملت اللي عليها بس بين إنه هالقد فيها تعمل، ما فيها تعمل أكتر. والبرهان لو كانت اللعبة بإيد بكركي كان هلأ ما في فراغ برئاسة الجمهورية، معناته اللعبة مش بإيد بكركي، بكركي تتمنى بس ما فيها تروح أكثر. طيب هل الموارنة يعني بعدهم لهلأ لا ينتظمون؟ يعني إذا مثلا حدا مثل ما بيقولوا حتى ولو بالكسب السياسي والشعبي بيجي بيقول أنا بقبل بفلان بزميلي أو هيدا، خليني صوب شغلي الوضع الحالي إنه في إيتين مسيحيتين كبيرتين منهم بذات ال أنا برأيي هيدا الشيء الطبيعي. طب شيء طبيعي بس بالنسبة بدون لازم رئيس واحد، خليني كفي انه تكون كل الشيعة بزعامة شخص واحد، كل السنة بزعامة شخص واحد، انا بشوف هذا شيء طبيعي بس هذا الواقع. هلا عم بحكي انا كمنيات ديمقراطية بين الواقع المرتجى والواقع. المرتجى انه لا يكون في ديمقراطية بكل الطوائف. طيب اذا مش عم تقدر تعدي الطوائف الاخرى، خليني احكي انا هلا المبدأ المبدأ السليم يقول انه العمل الديمقراطي يكون في اكثر من مرشح والانتخابات بتحسم، هي العمل الديمقراطي. هلا اللي راكب لبنان اصطفاف كاسح، هلا من هيك بصير التنوع المسيحي بالشارع المسيحي ضعف، بصير شواذ، بصير ضعف، علما انه انا برايي هيدا امر صحي. هلا وين المأخذ اللي صار، نقطه الضعف اللي صارت، انه هالتنوع هيدا كان يحترم لو نزل وتمارس بمجلس النواب، يعني له مخرج يعني. طبعا تنوع بالشارع يحسم بانتخابات ديمقراطيه بالمجلس النيابي. اللي بيطلع رئيس الكل بيروحوا بهنوه. هلا اللي صار المقاطعه هي كانت ما بتخدم ضرب الفريق اللي قاطع، الفريق اللي قاطع صار معطل. يعني كان في حاله طبيعيه انه ما في اصطفاف واحد معناته في حيويه ديمقراطيه، تقدر ترجمها انتخابات عطلناها. هل تتوقع يعني حلحلة ما خارجية أو داخلية ممكن تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية؟ هذا اللي عم ينشغل عليه، هذا اللي عم ينشغل عليه، إنه مهني بيترك الأمور تستوي ويترك الأمور يشوفوا إنه في تعب الكل يعني. حاجز ولح نضل عنده، ساعتها تستوي المسائل وبيصير فيك تفوت بحل ثالث. بالبداية لا بيكون الامور بعدها في يعني في امور اقليميه مساعده، أم انه دونها عقبات كمان حتى لو اتفقوا او توصل لتفاهم اقليمي معين او ايراني غربي، بتضل الامور بعدها طويله يعني رح تصير في. هلا الامور رايحه باتجاه مساعي جديه للوصول بانتخابات رئاسيه، والكاسب الاكبر حصه الاسد برئيس الجمهوريه رح تكون هي حصه امريكيه. هيك شيء خلكن بعكس ما البعض بيقول انه تعويضا على اللي صار بالعراق وتطيير المالكي انه ممكن بلبنان يصير في يعني ايران يكون لها مكسب اكثر. كيف بدي اترجم باي اسم انا كنت بقول انه ايران وحزب الله كسبوا المعركه بلبنان اذا بيجي العماد عون الرئيس، بس اذا ما اجى العماد عون معناته لا ما خسروا بس ما كسبوا المعركه. عظيم ما كسبوا، انا ما قلت خسروا، انا قلت ما كسبوا. دكتور عماد يمكن هلا بعدك نازل من البقاع صحيح، الوضع كيف يعني من شهر او من 3 جماع كان في كتير احتقان يعني مثل ميداني او نفسي، اليوم الوضع كيف بمنطقه البقاع ان كان من زحله الى الحدود الشماليه الشرقيه؟
صراحة كان لبنان كله مرتبط بالأحداث اللي عم تصير بطرابلس، وكانت هالأحداث هيدي ممكن تروح لتفجير البلد وتفتيته. هلأ بما أنها حسمت والدولة والجيش اللبناني قدروا يقوموا بالدور اللي لازم يقوموا فيه، عطى ارتياح. وهلأ بريتال مطوقة ومحاصرة، هيدا كان هي مش محاصرة انه عم يستحكي، لا لا محاصرة، نعم. المداخل، كل المداخل بريتال مسكرة بالجيش اللبناني، معناته مطوقة، وعم بيقولوا انه ما بينفك هذا الحصار الا لنفوت على بريتال، وفي كم اسم انا كمشون. هذا بدل عم بيخبر الجيش اللبناني، عم بيقلنا انه مش في قوي، مش في قوي، والبرهان انه انا عم بروح على كل المناطق الساخنة، مش بس عرسال، في بريتال بالضبط. فاذا هذا لحتى يعطي الجيش اللبناني الثقة للمواطن اللبناني انه انا جيش لكل الوطن. فاذا المنحة اللي رايح بيعطي ارتياح نفسي انه ما خرب البلد، ما فلت، وبعد في سلطة شرعية، ما هي اهميتها يعني. احنا الفراغ بالرئاسة الجمهورية ورئاسة يعني رأس السلطات الشرعية، عنا رئاسات ثلاثة لمن انت هو بتلعب فيهم اصلا. امن ما في، اقتصاد ما في، امن غذائي ما في، كل البلد فلتين، وكمان رئاسات ثلاثة ما في، معناته عم بيقولوا لبنان هالغلطة يعني هل الشعب ادمن على هالاوضاع ام انه ما بيعمل، ما عنده انتفاضة، ما عنده، او كل زعيم حاسم جماعته انه ما بينزلون على الانتفاضات؟ سألت وجواب، سألت وجواب. نحن بنقول وين الشعب؟ ما في شعب بلبنان، في شعوب. نعم، في شعب. شعوب، طيب في شعب شيعي، شعب مسيحي، شعب سني، شعب درزي، وهي الشعوب في إلها قاضي، في إلها ممثلين لإلها. من هيك نستغرب كيف الشعب ما بيقوم. ما المشكلة انه نحن منا مواطنين بمجتمع مدني. يعني لاحظ انه تانكة البنزين مثلا، البترول نزل برا، مفروض المفروض على حسابات بروبورشنال مو انه يكون ب 24000 او 25000، صح؟ يعني اليوم بعدها مثل ما هي تقريبا، هلا نزلت يعني الا علاقة ما اعطي شامبيون، هي الا علاقة انه هالتانكي عم تدخل اوكي. انا عم اقول لك انا شو بدي اقول، زمان زادوها ربع ليره، سبع ليرات ربع، قامت على الدنيا. طرد في ملف محق ومسائب انه المسؤول عن هالملف هذا وقاز البلد كله وزير شيعي. نعم، لانه هذا الوزير شيعي ما منعود فينا نحن، والعكس كمان. انا عم بعطي مثل ما تنكفي. لا بقى ساعتها هون بيصير يمكن يقوم فريق تاني وتالت وفريق تاني، لا لا معه كمان. اذا وزير مسيحي ما بيعودوا المسيحيين ينتقدوا وهكذا. من هيك يعني نحن الحس الوطني عنا مأزوم، في ازمه. نحن منا مواطنين، لا انا مجتمع مدني، خلي هالفكره تمرق. نحن اذا ما بنصير مجتمع مدني وبيصير في نظام علماني بهذا البلد، الله يسمع منا، بنضل قبايل وصحتين على. طب اذا تراجعت الاحزاب العلمانيه لمصلحه الاحزاب الدينيه، كيف بده يصير عندك مجتمع مدني؟ بدك تسال الحزب السوري الاول الاجتماعي. نعم دكتور شمون، بسؤال عن ليش في بعض الاصوات بالرسائل عم تقول رح يصير فينا مثل ما صار بطرابلس؟ شو الاسباب يعني؟ وين بده يصير فيه؟ يعني عم بيقولوا انه عم بيحضروا لنا لعرسال مثل ما عملوا بطرابلس، هل صحيح هذه الفكره او هذه الرؤيه؟ يعني انه شو ما اللي صار بعرسال صار، انه شو بده يصير بعد اكثر؟ يعني كانه هيك نسمع بعض الشغلات. هلا اول شيء لازم العالم تعرف، عرسال القوى الامنيه بقلب عرسال، الجيش بقلب عرسال. نعم، مش انه عرسال عرسال الضيعه وعرسال المدينه العاصيه. نعم، وكيف بدنا نفوت عليه ودق الطبول؟ الدولة اللبنانية بقلب عرسال، الأزمة هي بجرود، جرود يعني 20 كيلومتر هيك بالضبط. وأصلا هي الجرود ما هي فلتانة من زمان، مش هلا، مش عند عرسال بس، على طول الحدود اللبنانية السورية. نعم، ونحن من أمتى بنقول إنه ضبطوا الحدود اللبنانية؟ صح. قضية العسكريين الرهائن اليوم اللواء عباس إبراهيم أو الأمن العام يعني نزلت كلام ببعض الإعلام أو بيقولوا انه هو التقى ناس من النصرة، الامن العام نفي هالشيء. هل بقربك من هالمنطقة بتلاقي انه في ممكن يكون حل قريب للعسكريين الرهائن؟ انا برأيي انه مش عيب اذا فوضنا مشان لحتى ننقذ عناصر القوى العسكرية والامنية. هي واحد. اثنين، كل الدول دون استثناء، من تركيا لأمريكا لحزب الله، حزب الله فاوض مع إسرائيل مش مباشرة، بواسطة ألمانيا وسطاء لحتى طلع وعملوا لهم احتفالات. فإذا كل العالم بتفاوضوا،
أنا مع التفاوض لإنقاذ عناصر الجيش والقوى الأمنية، وأنا مع أنه مقايضة مع المقايضة. ما بيأثر لأن الجيش حقق خطوات معنوية قوية هالفترة. أنت مش مشكل إذا ما بربطه ولا بشيء. مقايضة مقايضة، بفلتوا ناس من هون تأخذ عناصر الجيش من هون، تخلص الموضوع ضمن هالإطار هذا. آخر سؤال لو لا كمان بدي أقول ما فيك ضلك تكب مازوت وبنزين وتقول بدي طب بلحظة بتكب قشي وبتولع. من الأساس ما تكب مازوت وبنزين قابل للالتهاب. شو عم بقصد هالكلام؟ هاو السجنة بسجن رومي، الناس اللي صار لها 10 سنين دون محاكمة مين عم يمارس الظلم عليها؟ الدولة اللبنانية. طيب معقول الشرعية اللبنانية؟ فشو السبب عم القضاء؟ ما هي سبب سياسي، هذا الفساد السياسي لعبته لعبة قذرة انقلبت على الدولة اللبنانية. انتو هو العالم بأي حق بتحط انسان ما بتحاكمه؟ حاكمه يا خي، بده اعدام اعدمه، بده مؤبد حبس 3 سنين حبسه. طيب يطلع بالاخر حكمه 3 سنين ونقعه 10 سنين، هيدا ظلم؟ وهذا اللي بيعمل ردود الفعل الشرسي. بعد معنا دي اخر فضل. سؤال بالموضوع السوري، يعني عم نلاقي بالمنطقة عم بيكون او بسوريا داعش عم تقوى لو عم تنضرب، والنظام كمان عم بيرجع يحقق بعض الاوراق، هل هناك تقاسم نفوذ في المدى القريب او المدى ما بعد القريب في منطقة في سوريا؟ هلا في جيوش تتطاحن في سوريا، في جيش الرسمي رئيس بشار الأسد، في جيش الثوار، وفي جيش الدولة الإسلامية. هاي 3 جيوش عم تتصارع، وهالجيوش الثلاثة مدعومة وفي دول عم تقويها. وهلأ أمريكا عم بتقول مثلا بعد شهر وشهرين ما نبلش ندرب جماعة الثوار في سوريا، مش كأنه عم يعطوه للنظام وقت أنه يشتغل. يعني الأزمة في سوريا إلى سنين، بس وقت بيقولوا هيك شو انه عم يعطوه للنظام انه كمان خد وقتك بالتفاوض. للنظام للكل عم نحكي نحن عن الفريق اللي بيقولوا عنه انه هو مش لازم. هيدا كلام بياكد انه في رعايه للازمه السوريه، خدي وقتك يا ازمه، تعالوا ندربكم، واللي بعد ما قتل يقتل، والبيت اللي بعمل دمار على الاموال واشتروها. دكتور عماد شمعون، نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان. مشاهدينا الكرام نشكركم، وبعد دقائق ونشرة الاخبار وغادة غانم العريضي.